لقاءات مباشرة من أو صورة مباشرة وحية من ملعب برج العرب، وأول لقاء ما بين نبي كيتا أو كيتا مع محمد صلاح. واضح طبعا العلاقة، محمد صلاح لأنه مش هيبدأ أساسي، فحوار جميل ما بين الاثنين. وأجمل حاجة أنك تبقى يعني عندك سفير خارجي بحجم وقوة ووزن النجم محمد صلاح.